يعني وصليكي اللي انسرقوا 1,000,000 ليرة ومعهم صيرتك. ولكن عن أبو المصاري وجوزك قديش كان حاطط مصاري بالبيت؟ ما بعرف، بس أكيد مو مبلغ كبير لأنه بيحط مصاري بالبنك. البيت عايناه كله، ما في أثر لا لخلع ولا لكسر، يعني البيت انفتح بمفاتيحه. لمين عطي المفاتيح؟ ولا لحدا، هدول هن كل مفاتيحي، دائما بإيدي ما بتركهم أبدا. وزوجك ما بتعرفي إذا كان عطي المفاتيح لحدا؟ ما بظن. بعدين ليش لا يعطيهم مفاتيح البيت؟ يعني لأمه، لأخته، لأخوه؟ لا، المرحوم كان يتيم وما له غير قرايبينه، حدا بيعطي مفاتيحه لقرايبينه. برافو عليكم. تعملوا الكاز؟ ابدا، بحياتنا ما فوتنا على بيتنا. لكن قنينة الكاز اللي لقيناها لمين؟ ما بعرف. يعني بجوز المرحوم جايبها وبدون ما يقول لك. بجوز، ما بعرف. على كل رح نرفع البصمات عن القنينة اذا كان عليها بصمات. انت كنت بالشغل يا سامر؟ لا، انا كنت بحمص. مشان هيك تركت المرحوم لحاله بالبيت ونمت عند بنتي. وعند مين كنت بحمص؟ كنت عند رفيقي ماهر. وماهر ساكن لحاله ولا مع أهله؟ معه أهله. ماشي. طيب لو سمحت عطي رقم تليفون أهله للملازم أحمد. شوفي يعني أنا لهلا ما فهمت شوفي. حرامية سرقوا البيت وقتلوا جوز أمك. وامتى صار هالشيء؟ امتى يعني؟ بالليل والناس نايمين. قشوا كل شيء، ما تركوا شيء، لا صيغه ولا مصاري. طيب قشوا كل شيء، بس ليش لقيتوا الزلمه؟ ظاهر حس عليهم، خلصوا عليه. ماشي، طيب رقم رفيق اللي بحمص، انتوا ليش بدكم اياه؟ يعني شو بفيدكم؟ مجرد اجراءات شكليه. ايه انت سيرينا؟ في عندك شيء بدك تقولي؟ انا؟ يعني قصدي بتشكي بحدا يكون عامل العملة؟ بمين بدي شك؟ طيب ست رجاء، مفاتيح البيت بتعطيها لبنتك لينا احيانا؟ لا. طب لابنك سامر؟ كمان لا، يعني وقت بدي روح مشوار بيضل المفاتيح بشنطتي، ووقت بفوت على بيت ولادي بيضلوا معي. طب ما ضاعوا منك شي مرة ولقيتيهم بعدين؟ طيب مدام، فينا نحكي شوي لحالنا؟ روحوا ماما انتوا على البيت، انا هلا بلحقكم. لا، اليوم وشك منور يا ابو نزار. فعلا رادد وحليان. رادد ايه، اما حليان منين؟ هذا الشيء نحن بنحكم عليه مو انت. مزبوط خالي ام يوسف؟ الحمد لله، ابو نزار على طول من حسن لاحسن. ليش انت شبكي؟ ما شاء الله عليكي، كل بالك عم تصغري. يا سيدي هالام يوسف بتخاف عليك كوميان. يب، ما احلاني ما خاف عليه. انا ما بدي اياكي تخافي علي، بدي اياكي تحبيني. ايه عمي ابو نزار، انا والبابا رايحين على المطعم نطمن على الشغل. وبطريقنا بدنا نمرق على البيت نص زريعات. شو بتحب تروح معنا تشوف كيف ماشي الشغل؟ لا، انا في عندي مشوار على المصنع وبعدين بلحقكم. شرف بابا. يلا يلا بخاطركم، مع السلامة. بأمان الله، مع السلامة.
أنا أستاذ بسام زارتنا البركة بابا، قلت لحالي نسيتنا، معقول تتذكرنا وتتذكر المعمل بعد كل هالمدة؟ معك طمني، شو أخبار صاحبك نوار؟ نوار سافر على سويسرا. يعني راح يتعالج؟ راح يعمل نقاهة أو يمكن راح يموت هنيك، بعيد عن الناس اللي بيعرفهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه بابا، أنا حابب أحكي معك بموضوع بترجاك تتفهمني. خير يا بابا. بابا أنا ما بقى بدي إياك بالمعمل، بدي إياك تقعد بالبيت أنت وماما، تروحوا وتجوا وتشموا هوا كل يوم، وأنا بقعد هون بالمعمل وبديره كأنك موجود. بابا أنا المفروض رايحك من 3 سنين على الأقل، بس مثل ما بيقولوا كنت ضايع وما لي عرفان شو بدي. شو بابا؟ بدك ياني أقعد بالبيت أنا وأمك؟ شو شايفني ختيرت؟ أعوذ بالله، ما شاء الله أنت أقوى مني بابا. لكن ليش بدك تحيني على التقاعد من هلا؟ بابا أنا بدي رايحك لأنك بتستاهل الراحة بعد كل هالتعب. صحيح تأخرت عليك بس يعني هلا صحيت. يا بابا أنا هلا عشت، أو فيك تقول هلا خلقت من جديد، لهيك أنا بحاجة لحياة جديدة أعيشها مثل الحياة التافهة اللي كنت عايشها. إذا اللي عم تقوله يا بابا من قلبي. بابا من أكتر من قلبي، من قناعتي بأنه الواحد يبي يعيش حياته نظيفة، يا أما بلاه وبلاها. مرض نوار هو اللي قلبك ما هيك؟ مرض نوار قتلني بابا، بس أنا ما رضيت موت. شو قلت بابا؟ بابا طالما قوتي لساها موجودة والحمد لله رب العالمين، طمن بالك رح تم أنا وياك بهالمعمل كتف بكتف، بس على شرط ما بتتعب حالك بنوم. الله يرضى عليك ويصلحك ويهديك. طولت الماما. ماما ليش تأخرتي كل هالقد؟ كانوا عم يسألوني وجاوبوا. شو سألوكي؟ سألوني عنك وعن أبوك وعن كل اللي بيفوتوا لعنا وبيطلعوا، وعن خاله وعمته، وأخذوا هويتي وهوية المرحوم وصورتك وصورة لينا. صورتي؟ معقول باليوم الوحيد اللي بتركه لحاله فيه ابن البيت يموت؟ لك يا ريت انكسرت رجلي وما تركت لحاله. انا السبب، انا اللي اصريت انك تنامي عندي. لك يا حبيبتي لو كانت ماما عنده ما كان وقتها هو كمان بعيد الشر عنا. مزبوط ماما ولا لا؟ يعني يمكن ربنا هو ارادك انك تنامي عنا مشان ما. المهم انه راح يا سامر، راح وهو بعز شباب، راح بدون ما يفرح، راح بدون ما يعرف اني حامل. ليش انتي كنت مخليت له اياها مفاجأة بس ما لحقت. العمى اكيد بابا. ليش؟ انا اتصلت فيه على الوظيفة وخبرته. الأمر لك يا أم سامر. شكرا. أهلين بابا. أهلين حبيبي. تفضل يا خالي. مرحبا بياسين. أهلين وسهلين. أهلين أبيوتها. خير شو في؟ رامز الفرة جاركم بالبناية. شبه؟ انقتل. لا يا رجل لا تقولها. حرامية فاتوا لعنده على البيت سرقوه وقتلوه. ومرته؟ مرته كانت نايمة عند بنتها الصغيرة والله ستر وانكتب لعمر جديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ولدك حيستفيد إذا تركناهم لحالهم؟ مثل ما لك شايفة تهين أبي يوسف دامي وأبي نزار يعني ما عدت النحمة الأول، بس إذا كانوا بدهم يتفاهموا ويتصافوا وهي فرصته. بس بتعرف إذا عملوها بتكون شغلة كتير حلوة، يعني واحد مثل أبو نزار يتجوز الخادمة اللي عنده. بتصير لك ابني، بتصير بالدنيا بصير كل شيء.
بس إذا صار هالشي رح كون أسعد إنسان بالدنيا. وأنا مثلك لك ابني، لأن أبو نزار وأم يوسف طيبين وبيستاهلوا. مو هيك قصدي، قصدي لولاي ما كان فكر أبو نزار بالزواج كله. أيوة هلأ أتذكر، أنت حاكيتني بهيك شي بعدين سكت وما عاد كملت. بس اللي بدي أفهمه منك، أنت شلون فوت براس أبو نزار موضوع الزواج؟ بس بشرط تذكرني بدكتور بيمرق لعنده. أنو دكتور؟ وليش الدكتور؟ أبو نزار هلأ أنت بدك تتجوزني بس لأنه ناوي تتجوز؟ يعني لو أنه الزواج أنا آخذ عقلي، فكرك ما كنت تزوجت من زمان؟ ليش قليل البنات اللي كانوا بحياتي؟ ها؟ لا أكثر من هيك رح أقول لك، أنا انعرض علي بنات كثير. معناته لأني أنا آخذ عقلك. يعني فيك تقولي هيك شيء؟ يعني حاببني؟ قديش حاببني؟ يعني بدك تقولي قد الدنيا، منيح هيك؟ اي منيح. ابو نزار صحيح انا هلا حبك الاول؟ الاول يعني شوفي انا صريح معك، بجوز ما يكون الاول بس اكيد هو الاخير، لانه ما صفي بالعمر شيء. ما بتعرف، بجوز يصفى كتير. بيكون من حظي وحظك. ام يوسف خليكي صريحة معي، انت تحبيني؟ يعني انا بدي جرب حبك. يعني مهم انه موافقة ما؟ الله العليم الله العليم رح وافق. وانا الله العليم الله العليم شايف حالي رح اصغر 20 سنة. قبل المناسبة عم تاخدي بالفيتامينات؟ يا سيدي المطربان صار نصه. عظيم. بس انت ما تنسى تجيب واحد بدال اللي انكسر. بدال اللي انكسر؟ ايه. رح اجيب 25 واحد وصفهم على رف المطبخ هيك ولونهم كل واحد لون وحط على كل واحد يوم. ان شاء الله الامر لكم يا ام سامر. سلم عمرك. حقيقة ما بعرف شو بدي احكي. بتقدري تعتبريني اخ او صديق مثل ما بتحبي وانا جاهز لاي خدمة. ما بدي سلامتك. يعني كنت عم اقول بما اني سرقوا لك المصاري اللي عندك وما عملت حصر القرص رح تاخذ وقت كثير، فانا بقول هي ابني سامر عم يشتغل وانا رح ارجع اقعد مع اولادي، واللي بيصير عليهم بيصير علي والله ما رح ينسانا. ان شاء الله يا ماما بعوضك عن كل شيء. طيب العمر لك ام سامر. تسلمي شرفته. يلا ان شاء الله خاتمه الاحزان يا جماعه، ديروا بالكم على بنتكم. مع السلامة بابا. شرفتي خالي. تسلمي حبيبتي. الله معك. ماما أنا واصل مشوار صغير وراجع. سامر معقول تطلع من البيت وأمك بهالحالة؟ ماما ما حطول، أنا شغلت نص ساعة. قلبي معك. خليك معي سامر، أنا محتاجتك. شو أنا نوار؟ مجرد سؤال. قلت لك الحالة مستقرة، ما في شي جديد. لو سمحت دكتور. تركينا لحالنا يا منير. ما عاد قدر، بدي أعرف ابني إمتى بده يموت. أنا بعرف إنه ما بعز، بعرف. حكي يا دكتور، لا تخبي شي عنا، خبي على أبوه. بس علي أنا، علي أنا لا تخبي. الله يخليك الله يخليك. للأسف يا جماعة الأورام بلشت تطلع على جسمه. هذا اللي طالع بجسمه ورام. والفطر يلي بتمه ورام. ولي على قامتي، ولي على قامتي، ولي على قامتي. يعني
يعني علم هالشي عند رب العالمين، وأنا ما بقدر أقول غير هيك لأني فعلا ما بعرف إمتى.